ثلاثة عوامل رئيسية تدفع الناخبين هنا في ولاية أوهايو، وهي ولاية تعتبر ولاية معركة انتخابية بامتياز. هذه العوامل الثلاث هي على الشكل التالي: العامل الاقتصادي، فرص العمل، خفض مستوى أو معدلات البطالة. العامل الثاني هو العامل الاجتماعي فيما يتعلق بالرعاية الصحية، وأيضا التعليم المجاني فيما يتعلق بالجامعات الأمريكية. والعامل الثالث وهو الأكثر أهمية هو العامل الذي يهم المواطنين الذي يعيشون خارج المدن، وفي مقدمة هذه القضايا هي مسألة السلاح أو ما يعرف بالتعديل الثاني للدستور الأمريكي. إذن هذه كلها عوامل تدفع الناخب أو الشارع في ولاية أوهايو إلى التصويت. أنا موجود في كولومبوس، المدن الرئيسية الكبيرة ذات الميول الليبرالية، نظراً إلى التعددية أو التنوع الديموغرافي الموجود فيها. هناك نسبة لا بأس بها، حوالي 4 إلى 5% من سكان مدينة كولومبوس هم من أصول لاتينية. إضافة إلى ذلك هناك تواجد لافت وكبير، حوالي 15% من الأفارقة الأمريكيين أو ما يصح تسميته بالمجتمع الأسود. إذن هذا لا ينطبق فقط على كولومبوس، ينسحب أيضا على مدن أخرى مثل كليفلاند وتوليدو وسنسيناتي. لكن ذلك لا يعني بأن هذا الطابع الليبرالي الميال أو الذي يميل إلى الديمقراطيين هو الذي يطغى على الولاية. هناك تواجد كبير لأنصار دونالد ترامب فيما يسمى بالضواحي، ضواحي هذه المدن. هناك تأييد كبير لسياساته، خصوصا فيما يتعلق بفرض أو بإتاحة فرص عمل كثيرة للذين يعانون من البطالة، ومعدلاتهم كانت قبل 8 سنوات حوالي 10%، الآن انخفضت معدلات البطالة إلى 6%. هذه كلها عوامل ستحدد هذا المسار الانتخابي الطويل.